صباح الخير عليكم جميعا. خليني الأول أعرف نفسي للي ما يعرفنيش. أنا اسمي مريم واصف، من مريم واصف في الستين مع رايتك هوم، وأنا النهاردة معاكم علشان حابة أكلمكم على تأثير الكوفيد 19 على سوق العقارات في أونتاريو وسبيسيفيكلي في الجي تي اي، وبالأخص في جريتر تورونتو أريا. كل أصحابي وقرايبي والعملاء بتوعي كلهم كلكم وحشين، وأنا حسيت إن دي فعلا فرصة حلوة جدا إن إحنا نتقابل مع بعض ونجي كونكت مع بعض. اليومين دول فعلا فعلا ستايلها مختلف، واكشلي الواحد يعني مش عارف الدنيا ماشيه ازاي ومش عارف ايه اللي هيحصل. يعني الدنيا فعلا مختلفه تماما عن شهر فات. لكن الحقيقه انا قعدت افكر كده وحسيت انه انا اللي ممكن اخليها مختلفه بطريقه كويسه او طريقه وحشه. انا حابه اقول لكم خليكم ايجابيين، بصوا على الحاجات الحلوه، بصوا احنا لينا فتره حقيقه ما استفدناهاش بالهدوء ولا الخضره الجميله اللي موجوده في كندا. فبليز خلينا ايجابيين وخلينا دايما نبص على الحاجه الحلوه. السبب الثاني اللي خلاني ابقى معاكم النهارده ان انا كذا حد كلمني وكان عمال يسالني على ايه اللي هيحصل في الماركت وايه اللي هيحصل في سوق العقارات في كندا، ان كان على مستوى القريب او على المستوى البعيد. فخلينا بقى نتكلم مع بعض ونشوف يعني توقعاتي للي هيحصل. كنت موجوده في سوق العقارات هنا في كندا في وقتين سوق العقارات وقع فيهم، كان في 2008 و2017. دايما في الاوقات اللي زي دي بنسمع وجهه النظر، وجهه النظر المتفائله جدا وجهه النظر المتشائمه جدا، ده الواحد اختبره يعني في الفترتين دول. خليني اقول لكم حاجه، انه صعب جدا 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 الواحد يعني اي حد يبريدكت او يتوقع اللي هيحصل في سوق العقارات في كندا على المستوى القريب او البعيد ببساطه شديده جدا، علشان الدنيا كلها متلخبطه ومش عارفين الاوت بريك هيخلص امتى. وكمان الستوك ماركت اللي هو سوق البورصه العالميه يعني مهزوز بطريقه فظيعه. بس خلوني اقول لكم انا توقعاتي ايه للفتره والمرحله الجايه، ويعني ايه اللي انا شايفاه ممكن. خبرتي طبعا انا متوقعه ان سوق العقارات يتهز شويه على المستوى القريب لكذا سبب. اول سبب منهم الناس عماله تسيب اشغالها. احنا الحقيقه البطاله او نسبه البطاله اترفعت من 5.6 في فبراير ل 7.8 في مارس، وده الحقيقه اعلى معدلات بطاله من 2010. بس ده برضو بيفكرني ب 2008 2009 لما البطاله كانت وصلت ل 9.1 في 2009 من 6.6 في 2008. السبب الثاني برضو انه اللي بايع اكشلي اللي بيبيع بيته وهو مش مستعجل، هو مش هينزل بيته في السوق اليومين دول. وسبب بسيط، مش هو مش بس طبعا سبب اساسي ان هو خايف من الكوفيد، لكن السبب الثاني انه احنا دلوقتي ابتدينا نشوف ان الماركت بيشفت او بيتغير لماركت الشاري اكتر. بمعنى ايه ماركت الشاري اكتر؟ معناها ان دلوقتي الشاري بيقدر يفاصل في سعر البيت اكتر، البيوت بتقعد وقت اطول في الماركت، وده طبعا يعني مختلف تماما عن اللي احنا كنا مختبرينه من شهر فات لما كانت البيوت اسعارها بتتباع باسعار غاليه جدا والبيت ما بيقعدش في الماركت اكتر من اسبوع بكتير. السبب الثالث ان اللي بيشتروا بيوت طبعا خايفين او مش حابين يخرجوا دلوقتي يروحوا يشوفوا البيوت. مع كل اللي بيعملوه دلوقتي الريل استيت بروفيشنال الحقيقه بيعملوا حاجات حلوه جدا، زي مثلا اوبن هاوس دلوقتي بيعملوها فيرتشوال، زي البيوت دلوقتي بيعملوها فيرتشوال، زي الشوينج بيعملوها فيرتشوال. بس ستيل برضو الشاري مش هيقدر ياخد ديسيجن زي ده، وخصوصا لو هو ما عندوش استعداد ان ياخد مجازفه. فطبعا حاجه من الحاجات اللي اثرت على الماركت. كل الاسباب اللي انا قلتها قبل كده دي كلها مؤقته وليها علاقه بالاوت بريك، محدش يقدر يعرف الاوت بريك ده هيخلص امتى. لكن توقعاتي ان اول ما الاوت بريك ده يخلص السوق هيرجع، وهيرجع قوي جدا. اكشلي انا متوقعه ان السوق يرجع اقوى من شهر فات. السبب في كده انه من الهيستوري او من تاريخ الريل استيت ومن تاريخ سوق العقارات في اونتاريو بالذات، وبسبب ان احنا عموما في اونتاريو عندنا المعروض دايما بيبقى اقل من اللي مطلوب. ودلوقتي يجي السؤال دايما بتساله، امتى احسن وقت ابيع وامتى احسن وقت اشتري؟ دايما لما بتسال السؤال ده اجابتي بتبقى واحده، وهي اكشلي انه كل واحد مختلف وكل واحد شخصيته مختلفه، فبتعتمد عليك انت شخصيا. عموما انا والتيم بتاعي كله هنا علشان نرد على اي استفسار ليكم. ممكن تكلموني في اي وقت على 647-869-9434 او تبعتوا لي كمان على الايميل info@mariamwassef.com. Thank you. مريم.